السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدين الأفاضل في الشاهد والحلقة 15 مع الدكتور محمد يوسف المقريف. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور. مرحبا في الشاهد. أستاذ خالد، الله يسلمك ويباركيك، مرحبا بك. أهلا بك. كنا نتحدث في نهاية الحلقة الماضية عن فترة العمل سفير لليبيا في الهند، وكنت تصف شكل علاقتك بالموظفين في السفارة وكيف كانت وتيرة العمل تسير في تلك الفترة. أيضا نود أن نقف على ربما أبرز الوقائع والأحداث التي عايشتها مع بدايات توليك للعمل سفير في الهند. بالتأكيد هناك وقائع كثيرة كانت، لكن بالتأكيد سنتوقف عن نختار بعض، سأختار لك بعض منها توقف عندها. لكن بدي قبل أن أنطلق أو تحرك نحو الوقائع، بدي أن أشير لتكملة في الحديث الحلقة في آخر الحلقة الماضية عندما تحدثت عن أشرت إلى ما ورد على لسان القائم بالأعمال، اللي كان وقلت فيها أن يعني خلفيتي العلمية والأكاديمية تجعلني حريص على إشاعة المعرفة وليس حبس عن الآخرين، وهو الأمر المتبع في للأسف الشديد في عمل على غير العرف السائد لدى الموظف الخارجي. وقلت له، قلت له إذا كان تريد أن تتميز ليكن، لا ينبغي أن يكون تميزك على حساب جهل الآخرين، إنما إذا كان تريد أن تتميز فعلا هو تشيع المعرفة مع الآخرين ومع ذلك تبقى متميز، هذا هو التميز الحقيقي. لكن التميز اللي ممكن تخدع به نفسك بأنك أنت عندك وأنت هو قائم على جهل الآخرين أو عدم إدراك الأمور، فهذا قلت له طبعا. فالمهم كان تميز مزيف. مزيف نعم، وغير حقيقي، وهذا يعني للأسف. التميز الحقيقي أن تتميز وسط بيئة تشارك فيها المعلومات مع الآخرين ولا تحجبها عنهم. هذه فلسفة ربما لا تصدر إلا عن شخص واثق في نفسه، وأيضا جاءت من خلال هذه الخلفية اللي عشتها، يعني خلفية الجامعة، وأيضا هذه روح الجامعة، هذه رسالة الجامعة وروح رسالة. ما هو أنت دكتور لو شاركت على الأقل، هناك من يفكر بهذه الطريقة، أنت لو شاركت كل ما تعرف مع الآخرين كيف حتصنع التميز؟ التميز وهذا التحدي الحقيقي، أن تشرك الآخرين معك في المعرفة ومع ذلك تبقى متميز، تبقى فكرة بقدراتك الخاصة، بتحليلاتك الخاصة، بإضافاتك الخاصة، لكن تبقى فرحان فقط وتشعر أنك تميز لمجرد أنك أبقيت الآخرين على درجة من انعدام المعرفة. فهذا مش، وللأسف الشديد هذا التوجه العام موجود في مجتمعاتنا كلها في السياسية حقيقة، مش بس في الخارجية، في كل، أن من لديه بصيص من معرفة ولا علم ولا خبرة ولا كذا يحرص على أن يحجبها عن الآخرين ولا يشرك الآخرين حتى يستفيد أكثر، يحصل. هذه طبيعة بشرية. لا بس أبدا، لكن أبدا مش هذه اللي بيسبب، يعني نحن أمة اقرأ معرفة، إشاعة المعرفة، انطلاق من المعرفة، هذه أمتنا وهذه تاريخنا وهذه ثقافتنا وهذه حضارتنا. طيب أعود معك إلى السفارة. والناس هلك، سنقول لحديث المصطفى، الناس هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. سامحني بالاستطراد. ممكن أهم أول واقعة فعلا فوجئت بها في هذه وجهت بها في هذه الفترة هو كانت تتعلق بما حصل من اعتداء على، قبل مجيء كان في واقعة تعرضوا فيها المسلمين لاعتداء والاضطهاد من قبل الهندوس، بقية المواطنين الهندوس، وهذه على فكرة تتكرر في تاريخ الهند باستمرار، يعني كل ربما خفت الآن لكن في تلك الفترة كانت أحداث عنيفة جدا. وأذكر في من ما سمعت في تلك الفترة من حوادث أن تعرض بعض المسلمين في قرية من القرى إلى الاضطهاد، جاءهم الشرطة هندوس بيتبيس على أساس أنهم بياخدوهم لمنطقة آمنة، يعني فاللي حصل أنهم أخذوا الأسر والأطفال لمنطقة ثم أشعلوا فيهم النيران
نعم هذه من الوقائع للأسف الشديد تتكرر في في في, في حياة الهند. لعلها وآمل أن هي الآن خفت يعني لا أدري. المهم أن كان من وقائع في واقعة حصلت فخلت السفير المغربي في الهند عبد الخالق السعدني الله يرحمه في الله ورحمه أنه يعبر بطريقة فيها نوع من اللوم والاحتجاج على ما تعرضوا للمسلمين في الصحافة في الصحافة أعتقد. فهذا أزعج الحكومة الهندية واعتبروه تدخل في الشؤون الداخلية واعتبروا إصدار قرار باعتباره شخص غير مرغوب فيه يعني أرادوا طرده يعني. فأنا جيت في هذه المرحلة كان فيها القرار صادر وكان وكان المهم العلاقة على فكرة في تلك الفترة بين المغرب وليبيا مقطوعة كانت طبعا كان هناك عداء بين يفترض أني أنا لو أمثل قذافي والحسن الثاني في وقتها نعم يفترض أني لو أنا أمثل قذافي وملتزم بسياساته وعلاقاته أنا ليس لي علاقة بالمغرب لكن فعلا أنا كنت أنطلق من قناعاتي الخاصة الذاتية وأن هذا سفير عربي ويتعرض لمعاملة غير اعتبرتها غير صحيحة حاولت أن أتحرك بين السفراء العرب بدأت بالسفير السعودي صالح الصغير حاولت أن تتحرك بين السفراء العرب لأي غاية نوع من التعاطف مع السفير المغربي يعني تحشيد موقف نوع عربي موقف في نعم موقف وفعلا بدأت الاثنين أو ثلاثة لكن الحقيقة اللي سمعت منه كلام طيب وعلى أساس أنه ممكن يتعاطب مع الموضوع هو السفير السعودي يبدو أن الحكومة الهندية سمعت بهذا التحرك وقرروا أنهم يحاولوا أن يوقفوه يجذوه فدعوا السفراء العرب ربما لأول مرة في تاريخ مع المجتمعين لأن كانت النصيحة بينهم أنك أنت لا تتعامل مع العرب كمجتمعين كأفراد كان هذا السائد في التعامل معه ولهذا حتى تو نحكي لك فالمهم ان دعانا وكيل وزاره الخارجيه اللي هو مستر مهتا مشهوره شخصيه دبلوماسيه مشهوره في في في, في الهند يعني مستر مهتا فدعانا الى اجتماع دعا السفراء العرب الاجتماع يتحدث عن هذا الموضوع يثير هذا الموضوع والله اذكر كان اللقاء يوم جمعه واذكرني ركعت يعني صليت ركعتين وقلت دعوت الله سبحانه وتعالى يعني أني أتكلم سأتكلم نتحدث عن المظلومين في الهند وأعني يا الله فكانت الجلسة مرتبة على أساس أن يتصدر القاعة الطاولة الوكيل يمين مساعدين وبعدين بعد وزير السفير السعودي ثم أنا ثم بقية من السفراء العرب أنا عادة لا أتكلم إلا آخر في كل حتى أيام الدراسة لا أتكلم إلا آخر واحد بعد ما أتكلم الآخر يسمع وشغل. فبدأ الحديث سيد مهتا طلب تفضل سعادة السفير السعودي أنا كنت معتمد على السفير السعودي أنه هو سيكون عنده خطاب قوي سيعبر عن موقف شديد تجاه ما يحدث من انتهاكات لل يعني الهدف اللي جينا منه فكانوا يتلعثم في الخطاب بتاعه كان يتحدث لم يتحدث بالطريقه اللي يجب يتحدث بها وكنت مصور انه يتحدث فيها فانا قلت على طول قراتها قلت لو انا ننتظر لما يتكلموا كلهم انا كلامي حيكون نشاز إذا كان هذا اللي عابي عليه السفير السعودي الله يرحمه كان رجل صالح ورجل طيب يعني لكن مسكين متقيد بسيادة يعني سفير تقليدي يعني فقلت أنا لا لازم أتحرك لازم أتكلم بسرعة ما قبل أتكلم الآخرين بحيث الآخرين يعني المهم لو اتيحت الفرصة فالمهم بدأت قلت له والله أنا سعدت الوكيل أنا أتكلم قبل أجي لهذا قبل أتي لهذا اللقاء كان أنا بحكم تأهيلي المهني أنا محاسب وعدت وضعت قدامي ميزانية وضعتها في جانب منها ما تتلقاه الهند من مساعدات من العرب كذا وكذا مجموعة الدول العربية مجموعة الدول العربية
والطرف الاخر ماذا تلقى العرب. فقلت له حقيقه للاسف على الجانب ما تلقاه الهند كذا وكذا استردت له. اما بالنسبه للجانب الاخر فلم حقيقه لم اجد كثير. وحتى موقف الهند من القضيه الفلسطينيه اصبح اللي كان فعلا مرحله كان من المواقف القويه الان اصبح باهت واصبح. وبعدين بعد هذا يعني تستكثرون علي وتتكلمون تستكثرون علينا ان يجيكم ونقول لكم حد منا يجيكم. والله هؤلاء الناس المسلمين هذم رهم اخواننا واشقاء لنا وناموا لانكم انتم تعاملوهم معامله طيبه. يعني تعتبروا هذا الامر هو تدخل في الشؤون الداخليه؟ وبعد هذا تتحدثوا عن العلاقات اللي الاخوه ولا الصداقه العربيه الهنديه. شنو يبقى من معاني الصداقه العربيه الهنديه اذا لم تتسع الى ان حد اي واحد منا يجيكم يقول لكم والله هذا الشان. يعني رجاء هؤلاء اشق لنا ولا تعامل. وهذا امر نحن ما لا يعني لا نقبل به لا نتصور انه صحيح سليم. يعني والله كان على 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 رؤوسهم الطير. رده الفعل بتاع الوكيل ومجرد ضم الملفات ورفع رفع الجلسه. وللاسف انه طبعا لم تحل دون طرد السفير المغربي للاسف. لكن انت سجلت موقف قوي. أنا هذا الموقف فعلا كان قوي تعبير عن ضميري ما في ضميري حقيقه. وهذا المفروض لو كان في فعلا سفراء نشطين وسفراء مهتمين بقضايا امتهم مفروض انهم هم يعني مقابل هذا الدعم اللي تلقاه يعني التعاون اللي كان تلقاه الهند من الدول العربيه يعني لا يجد يعني يسمح لهم حتى ان يعبروا عن ان يعني رجاء ان تاخذوا بخاطرنا في بالنسبه لهؤلاء. المهم يعني هذا الموقف مبكر وكان له ما بعده بعدين. طيب هذا الموقف القوي لم يؤثر على موضوع طرد السفير المغربي، لكن هل أثر على أوضاع المسلمين في البلد في الهند؟ ولا أثر على هذا طبعا. أكبر من الحالة أكبر يعني تركة ثقيلة يعني ثقيلة. للأسف الشديد هذه أحد النتائج اللي ترتبت على عملية تقسيم الهند اللي حصلت في 48 اللي هي جريمة لا تقل عن جريمة فلسطين بالمناسبة. يعني قسمت كان المسلمين هم الأكبر كتلة بشرية متجانسة يعني بحيث كانوا يشكل رغم أنهم أقلية بالنسبة لمجموع سكان الهند لكن ككتلة كانوا أكبر كتلة. ثم أيضا تاريخ الهند ما فيه من كل حضارة كله مرتبط بالإسلام والمسلمين. فبدل ما يبقوا مسلمين على النحو اللي هم عليه كمواطنين من عاديين بعد التقسيم أصبحوا ينظر لهم المسلمين اللي بقوا في الهند أصبحوا ينظر لهم على مواطنين من الدرجة الثانية. وكانوا فوق هذا كانوا يتعرضوا لاضطهاد مستمر يعني متواصل من قبل المتطرفين الهنود يعني الهندوس يعني. طيب لكن كانت لكم محاولات. وبالمناسبة أنا لم أستشير في هذا الموضوع لم أستشير الحكومة ولم أبلغها عن هذا الموضوع ولم أبلغ الحكومة الليبية عن هذا الموضوع. تعتقد أنك كنت مراقب في عملك في الهند من قبل النظام؟ يعني تأكيد كانت هناك متابعة. كان في شخص في السفارة الهندية كان في شخص أبلغت من قبل القائم بالأعمال أن في شخص معين هو يمثل الجهاز المخابرات يعني. وبالتالي ما وصلنا من هذا الموضوع لا استبعد انه نقل الى الحكومه الليبيه لا استبعد. طيب عدم تفاعلهم مع هذا الموقف وهذا التحرك من قبلك هل تعتقد بانه قبول تأييد لتحركك؟ لا ما اعتقدش. انا استبعد حتى وصلهم بحجمه بتفاصيل لا استبعد يعني لم يكن يشكل اهميه بالنسبه لهم. يعني اعتقد وربما نظروا لها على اساس انه اوكي سفير ليبي باسم الجماهيريه تكلم عن ما يتعرض المسلمين من اضطهاد هم هذا بالنسبه لهم. يعني هذه من اطرف الاشياء اللي كنا. لكن غير هذا كانت هناك اشياء يعني انت في سردت لي حادثه بشان الزائر الليبي للسفاره وسال عن لماذا انت كسفير لا تعلق صورة القذافي في مكتبك. هذه قصص طريفة بس يعني هي واحد من الليبي والله لا أتذكر الآن اسمه لكن فأنا لم تكن صورة القذافي عندي في المكتب إطلاقا يعني. فقال لي لماذا لا تعلق صورة القذافي؟ قلت له والله نتمنى أن أعلق القذافي بنفسه يعني أنا في بهذه العبارة. والله بهذه العبارة كون هذا الشخص بلغها وصل ما أعتقدش أنه وصل. أنا ما لم أجرؤ على قول هذه الكلمة إلا كان بيني وبين الرجل
نوع من الصداقة والود. هكذا تشكيلة الموظفين في السفارة يعني كانت ثابتة أم كان يتم تعديل عليها من قبل الخارجية؟ كان هو طبعا المجموعة اللي كانت موجودة هي نفسها. كان بس أذكر لما رجعت لطرابلس في قبل لأخذ أسرتي، كنت وقفت في الخارجية في طرابلس، وبالصدفة يعني لا أتذكر الظروف اللي تلقيت فيها أنا والأخ علي زيدان، وكان سكرتير أعتقد ثاني في هذه الفترة، أو سكرتير ثالث أعتقد كان في السفر. فأذكر جاني وتحدثنا وياه على أساس، وقال لي عندي رغب، يعني تحدثنا حديث طلي، وفعلا أعجبت بحديثه معايا وتكلم بود كبير واحترامه. فقال لي عندي رغبة أنه هو يجي للسفارة يعني. ففعلا قلت له رحب بيك مرحبا بيك، ونحن في حاجة إلى زيادة العدد. فأعتقد جاء هو واثنين آخرين معاه، في الأخ أبو حجر وفي أخ تاني أخ لا أتذكر اسمه الآن. فكانوا في إضافة طيبة للسفارة يعني، وفعلا أصبح نشاط السفارة ازداد بمجيئهم يعني. يعني تم التعديل على الملك الوظيفي للسفارة في بعد تعيينك أنت كسفير، يعني أضيف العدد اللي طلبته يعني. طيب المحاولات مساعدة المسلمين في هذا البلد استمرت طبعا، كان توقفت مع هذا الموقف الغامض من قبل الوكيل وزارة الخارجية؟ لا، هذا طبعا لم يكن له علاقة بموقفنا احنا من مساعدة المسلمين. فأول حاجة طبعا من اللي كنت حريص عليها أني زرت تقريبا، كان عندهم 23 ولاية، أنا أعتقد زرت حوالي 21 ولاية من هذه الولايات كلها، زرت زيارات وتعرفت على أحوال المسلمين وتكلمت وطبعا كونت صورة عن شنو الاحتياجات العامة اللي هم يحتاجوا لها، من مدارس، من ورش عمل، من كل هذه الأشياء. الطريف الأمر أن نحن بعد ما بدينا في برنامج المساعدات بالتفاهم مع جمعية الدعوة الإسلامية، كان برنامج لم يصل إلى أكثر من لم يتجاوز 200,000 دولار يعني في الفترة القصيرة اللي حصل. كنت بعد ما نزور وقدم المساعدة يعني، فأطرف شيء يجي لي واحد من الرؤساء مثل الجمعية ولا فيقول والله احنا ندعو للأخ القذافي نشكر الأخ القذافي وندعو له بالرب يحفظه. فنقول له القذافي ما لناش علاقة بهذا الموضوع هذا كله، بس ما نقولهاش بيني وبين نفسي، نقول انا ندير شغله وياخذ الاجر يعني. فطبعا من الحاجات، لكن هذا ما منعنيش باني نتوقف. لكن انت كنت تقدم هذه المساعدات باسم الدوله الليبيه، الدوله اللي يحكمها القذافي. لا طبعا طبعا، لكن هم ما يعرفوش القصه الحقيقه، ان القذافي ما لهش علاقه، لم تكن بتوجيه من القذافي. هذه كان بمبادرة مني أنا، بتفاهم مع تعاون مع جمعية الدعوة الإسلامية. طيب المشهد السياسي الهندي في تلك الفترة كان ساخن جدا، هل انخرطت في المشهد سياسيا أم ظل نشاطك في حدود العمل الخيري ومحاولة تخفيف؟ لا هو طبعا بالنسبة للمسلمين أنا حاولت، بس مش بس حتى تقييم المساعدات، في جانب آخر كان مهم جدا اللي هو جانب العمالة، العمال كانوا ليبيا تستجلب أعمال من دول شرق آسيا، من الهند أقصد، من الهند يعني. فكان ما كان في أي مراعاة لحصة المسلمين، مثلا أن تخصص حصة من للمسلمين في كل مجموعة ترسل للهند، ومن حقهم، هذا شيء طبيعي، فقراء، ناس فقراء ويحتاجوا للعمل ويحتاجوا إلى إلى إلى. فطبعا ما كان في اهتمام من قبل السفارة في هذا الموضوع. على فكرة عمر السفارة قبلي يمكن ما كانش طويل، يمكن 3 سنوات فقط. فكانش فيه اهتمام بالموضوع. فكان واحدة من الحاجات اللي حرصت عليها أن يكون في كل مجموعة ترسل من العمال إلى ليبيا أن يكون في بينهم مسلمين، وفعلا في مؤهلين، ناس مؤهلين من المسلمين. فهذه واحدة من الجوانب، وأعتقد ذكرت لي بخير كثير من قبل المسلمين في سياسيا. نعم سياسيا كان لك تعامل مع الشأن الداخلي الهندي، يعني لقائك مثلا مع إندرا غاندي؟ هذا قبل، هذا بعدين متأخر، لكن اللي قبل هذا هو صار موضوع آخر خطير شوية. في بعد زيارة الرائد عبد السلام إلى الهند، شكلت أو نتيجة هذه الزيارة شكلت لجنة للتعاون
التعاون بين اللجنة الليبية الهندية، التعاون بين البلدين، إشراف على التعاون بين البلدين. فكان أعتقد من الجانب الليبي كان المهندس جمعة الأربش اللي هو كان وزير الكهرباء، وكان من الجانب الهندي أعتقد جورج فرنانديس، واحد شخصية هندي مسيحي أعتقد، وكان وزير الصناعة. وكان لهذه المفروض يكون في جمع اجتماعات دورية. فأحد الاجتماعات كانت تعقد هذه الاجتماعات بصفة دورية، اجتماع واحد حصل الفترة اللي كنت فيها، يعني اجتماع واحد حصل. فجاء فيه الأخ جمعة، وكان من بروتوكوليا المفروض أنه بيقابل وزير رئيس الوزراء جمعة الأربش، مهندس كان وزير الكهرباء، الكهرباء اللي هو رئيس الجانب الليبي، رئيس الجانب الليبي. فالمهم كان المفروض أنه بيقابل رئيس الوزراء بروتوكوليا، فاقترح علي قال لي ايش رايك ان بنقابل رئيس الوزراء، وايش رايك تجمعها؟ قلت له مش باس. ف جينا المقابله، بس في واقع قبلها حصلت ان وزير النفط، وزير الطاقه الهندي، شخصيه هنديه تطوع يعني تقدميه، وكان عنده تعاطف حتى مع المسلمين، يعني مع الشخصيه له وزن، هو هندوسي لكن له وزن كبير يعني. فاتصل بي مره قال لي قبل الواقعه هذه، قبل الزياره بتاع جمعه، اتصل بي وقال لي والله نحن في ضائقه كبيره وفي حاجه الى حموله طائر 70 من الهند، من النفط للهند. فقلت له ساحاول اني على سبيع يعني، لكن في شح، شراء شح ليست هبه، لا ليست هبه، في شح في وفره النفط في هذيك الفتره يعني. فقلت له اعطيني فرصة يومين كوسان ان شاء الله نحاول انه. فاتصلت انا بمؤسسة النفط الليبية، في تلك الفترة كان فيها عدد من الخريجين اللي كنت انا درست عليهم في كلية الاقتصاد والتجارة، التحقوا بالعمل في المؤسسة. فاتصلت بهم قلت لهم فلان، لم اتصل بالخارجية ولا اتصل بأي شيء، اتصلت بالزملاء الطلبة يعني. فقلت لهم برافو في موضوع، قلت لهم توفروا هذا الهند، فقالوا لي حاضر. ورتبت هذا الامر في فتره قياسيه يعني، فشكرني فيها وزير الطاقه وشكر غير عادي يعني. رتبت الموضوع خارج السياق الطبيعي يعني، خارج السياق يعني، نعم تعامل من خلال وزاره الخارجيه يعني. لو الراجل تكلم بان في ضائقه وان في حاجه ملحه وفي كل هذه الاشياء، انا لو اخذ المسار التقليدي ما كانش يتم الموضوع بكل. فالمهم نرجع للاجتماع الدورية، فشكرني عليه واجد وزير الطاقة يعني. المهم جمع جينا اجتماع مجلس مع رئيس الوزراء، قال لي كان الأخ جمعة جالس جنبي وأنا مقابل مصادر رئيس الوزراء، فعلى طول هيك مفاجأة بدون ما يسابق، قال لي وجه كلامه للأخ جمعة، قال له والله سفيركم هنا يتدخل في الشؤون الداخلية والله شكوى صريحة واضحة في حضورك. قلت له والله، قلت لك بالعبارة، قلت له يعني يوصفني أن أكتشف أن معالي رئيس الوزراء لديه معلومات مغلوطة كل الغلط عن نشاطي وعن تحركي. فكنت أتوقع منه أن يشكرني على الخطوة اللي قمت بها عندما لجأ إلي وزير الطاقة وطلب مني أني أساعد الهند فيه. كنت أتوقع منه أن يشكرني على هذه الخطوة، مش أنه هو يردد هذه المعلومات. قلت له reiterating بالتعبير الإنجليزي، قلت له reiterating يعني، قلت له I'm sorry to discover أنك أنت you are grossly misinformed، وأنك أنت reiterating baseless information، معلومات لا أساس لها من الصحة. طبعا متوقع مني، ما كانش توقع مني أن يجاوب أصلا، بروتوكوليا المفروض أن الرئيس يجاوب هو الوزير. فالمهم بعدين ما تكلمش الأخ جمعة، فقال لي my son
قال لي مستر مباشر، اعتقد قال لي مستر مباشر، قال لي انك انت maybe you are clever، ربما انك انت ذكي لكنك ما تزال صغير السن وامامك الكثير لتتعلمها. قلت له الاردن، قلت له انا كمسلم العلم، طلب العلم عندي من المهد الى اللحد، ينطبق حتى عليك انت اللي كان كبير السن، يعني لش حدود يعني. ف طبعا بعدها رفع طلعنا غادرنا لهني، ولم يلم علي الاخ جمعة اطلاقا في الحديث، ولم لكن هذه الكلمات وهذا التعبير والاشاره الى ان ما زال امامك الكثير لتتعلم، وكان اتهامات مبطنه يعني بانك انت تمارس اعمال غير مرضي عنها من قبل الدوله. يدافع عن نفسه، هو بيدافع عن نفسه، بيدافع عن نفسه، يرد علي بالكلام الموقفي. انا قلت له انك يعني حقيقه رد عليه، ردي عليه فانا خارج البروتوكول يعني تكونيه غير صحيح. لكن ايضا حتى هو الطريقه اللي تتكلم بها يعني، على الاقل كانوا ابلغوني في السفر، لم يحدث ان ابلغوني في الماضي عن اي شيء من هذا القبول، يعني احتجاج على اني قمت بتصرف معين وهو لم يلقى. طيب ليش اخترت انك تصعد معه مباشرة الى هذا المستوى؟ يعني كان بامكانك ان تقدم هذه الملحوظة بانه لم يأتي اي احتجاج رسمي يبلغ للسفارة، وبالتالي نحن لم نلحظ انزعاجكم من لا لا، هذا هو انا وهذه لحظة، وفاجأني بهذا الموقف، وكان هذا ردي عليه. وانا قلت له فانا انك انت you are grossly misinformed، وقلت له I'm sorry انك انت you are كروسني مسيم فورن. فهذا اللي حصل. هو طبعا دبلوماسي الان دكتور، ترتب على هذا، ترتب على مش دبلوماسي، انا حريص دبلوماسي عليش على سمعه القذافي ولا سمعه الجماهيريه، ما كان يعنيني هذا الامر يعني. كان تصرفت ما تصورت انه هو لائق وصحيح وواجب يعني. فالمهم يعني كان تعاملك جاء مبني على موقف شخصي يعني، انا نساعد فيكم باتمام صفقه البيع الخام، بس هذه مش شخصي ايش، بدل ان ياتي الشكر، هذه الشخص من اعطيت للشخص، هذه اللي من دوله باعت لدوله، ولولا هذا التحرك ربما كانوا يعانوا ما يعانوا. فهذه يعني جميل درت الهمه وفيفر درت الهمه، المفروض ان هم يشكروني عليه، ومفروض أنه هو في حديثه ربما يشير له، وبعدين إذا كان عنده لوم يتكلم عليه. وأيضا هيك لوم عام بدون تحديد يعني تدخل في شو ليش بأي صفة، بس ما نبيش ندخل أنه في مجال. أنا أقصد تدرج يعني، كان الطبيعي دبلوماسيا أنك تقول بأنه لم تخطر السفارة بأي بشكل من الأشكال بأن هناك انزعاج من تحركات للسفير. المهم هذا 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 هذا, هذا هو اللي حصل. أفضل من هذا أنه المهم أما فيما بعد فهمت أنهم وصلوا إلى نتيجة بأني أنا أتصرف في فترة وجودي في السفارة بدون عودة إلى حكومتي، هذه وصلوا لها القناعة دي. وبناء على هذا هم حاولوا اعتباري، كانوا بصدد اعتباري شخص غير مرغوب فيه زي ما داروا بالنسبة للسفير المغربي. طيب ما الذي حال دون ذلك؟ معجزة، هو جد والله بجد اللي حصل أنه جاني واحد من نواب المسلمين في البرلمان، قال لي عملك فيه بركة غير، قال لي عملك مبارك بشكل غير عادي. قلت له خير إن شاء الله فيه. قال لي أنت كنت بصدد أن يعلنوا أنك أنت شخص غير مرغوب فيه وتطرد من الهند. اللي حال دون هذا ان حصل، كان في ائتلاف، هي كانت هو مراشد السائل اللي كان رئيس الوزراء، كان حكومته ائتلاف، حصل انشقاق في هذا الائتلاف، وبموجب هذا الائتلاف سقطت الحكومه بتاعت سقطت الحكومه ورحل رئيس الوزراء وسقط. فجاني قلت لك فرحان، يقول لي انت فهذه واقع من الوقائع. طيب هذا الحدث، سقوط هذا انفراط هذا الائتلاف وسقوط الوزارة، يعيدنا إلى الشأن السياسي الهندي. نعم في الشأن، شك مستوى انخراطك في الشأن السياسي في الهند. كان في انخراط آخر طبعا، كانت السيدة إندرا غاندي كانت فقدت الحكم أو فقدت الوزارة المنصب رئيس الوزراء في آخر انتخابات حصلت قبل اللي، وهي اللي بموجبها جاء حزب هذا الحزب للحكم، الحزب اللي سقط حزب جامعته هذا. اعتزلت
المشهد السياسي بالكامل، ولم يراها احد ولم يقابلها احد الصحفيين. هي رب كانت رافضه ظهور العلم، ظهور العلم. فانا كنت في ماشي اعتقد في اتفكر اعتقد في اكتوبر في الخريف اعتقد، كنت في ماشي زياره الكشمير في العوده اكتوبر 78 اعتقد 78 نعم اكتوبر 78 اكتوبر 78 في العودة. لا كنت طبعا وضعه كشمير معروف ومشاكل المسلمين غادي يعانوا من حتى موضوع قصة طويلة لا أريد أن ندخلها. بس المهم في أحد حواراتي جاء ذكر في أثناء زيارتي الكشمير، جاء ذكر سيدة غاندي وعلى أساس أنها هي معتزلة للحكومة. ف اعتقد شاورت مع احد الشخصيات اللي كان معي، قلت له ايش رايك لو اني انا اقوم بدعوتها الى اعمل لها حفل استقبال على شرفها، فهل في حيكون في موانع؟ قال لي ما اعتقدش، قال لي جرب حظك. ففعلا اتصلت بها وقلت لها انا السفير الليبي وانا ارغب ان اقيم على شرفك. وكان هذا اول حفل استقبال يوم الأشرفها بعد ترك الوزارة، واستقبل في وكان كبير وكان حدث غير عادي في الوساطة الدبلوماسية في تلك الفترة، يعني أنها تظهر من جديد وتظهر عند وكان حتى أعتقد كان السفير الروسي كان حاضر، كان معظم السفراء الكبار عدا الأمريكاني والإنجليزي ما كانش حاضرين. فالمهم ألقيت كلمة طيبة ولم أذكر فيها الجماهيرية ولم أذكر فيها القذافي على لساني إطلاقا. لماذا؟ لماذا؟ لأني أنا ما درتهاش على خاطر، لأني لا أنتمي لهذا النظام، أنا لست سفير، أنا سفير لشعب لليبيا للشعب الليبي بما فيها من كل القيم والمعاني، لكن أنا هذا هو الشعور المسيطر علي يعني. فالمهم في اخر الريسبشن هيك جلست الى جانبها فقالت لي انا مقدمه على الانتخابات واتمنى لو انكم تساعدوني. مساعده من اي شكل من اي نوع؟ طبعا ما شنو بالدعاء يعني. طلبت مبلغ مالي بشكل طلبت أو. نعم طلبت مبلغ مالي وقلت لها يعني سأحاول أن أرتب يعني لو المقدور نفعل هذا. وفعلا هذا موضوع طبعا ما عنديش فيه لازم أرجع فيه للخارجية الليبية، بعثت لهم تقرير عن الموضوع وأنها طلبت مساعدة. فبعد فترة ردوا علي بالموافقة أنهم رافقوا على هذا الموضوع، وبعثت لهم الأخ علي زيدان إلى طرابلس وجاب المبلغ في الحقيبة الدبلوماسية 200,000 دولار. 200,000 دولار هذا المبلغ. إلى من سلمت؟ سلمت لسانجي غاندي اللي هو ابنها سانجي ابن انديرا غاندي ابن غاندي سانجي لمساعدتها في الحملة الانتخابية لأنها كانت مقبلة على الانتخابات التشريعية، وأيضا سلم جزء منها أعتقد سلم بمعرفة موظفي السفارة. كل عملية تسليم صارت بحضور أحد اثنين من الموظفين يعني، وأيضا لعدد من النواب المسلمين يعني كانوا مشاركين في الانتخابات القادمة يعني التالية. المبلغ سلم بكامله الى ابن انديرا غاندي او تم توزيعه؟ تم اعتقد انه يعني جزء منه بسيط وزع اعطي لبعض. كيف تعتقد دكتور انت السفير؟ لا اتذكر الان يعني لا اتذكر الان ولا اعرف. كل المبلغ هو 200، هذا المهم يجب يفهم، هذا المبلغ كله 200,000 دولار، وهذا الموضوع اللي اشار له الاستاذ جدل عزوج في الشهاده بتاعه، شهادة اللي نشرها الأخ محمد عمر بعيو نشرها في الموقع بتاعه، واللي قال شهادة من الأستاذ شضلة اللي هو كان حاضر موجود في طرابلس وعارف خلفيات هذا الموضوع وفي رد على الفرية بأني أنا سرقت فلوس ما سرقت فلوس إلى آخر هذه الأشياء.
الفرية التي يطلقها القذافي بعد خروجي من النظام بعد استقالته تكون في سلك عن النظام. نعم هذا. طيب في مبالغ أخرى طبعا موضوع المساعدات، مبالغ أخرى كانت ترسلنا لمساعدة المسلمين، لهذه اللي ذكرت لك أيضا، حتى لا تزيد عن 150,000. تريد توقع مني أن أحفظ هذا؟ لا تزيد عن 150,200 دولار. هذين وزعت على الجمعيات الإسلامية، وهذه أيضا بنفس الطريقة بمعرفة الـ هذه بتاع الخارجية. هذا لم يكن شو اسمه المراقب المالي له علم، لأن ليس له دور، هي من خارج الميزانية هذه مبالغ. أما المبالغ الأخرى اللي كانت تجينا الأخرى كانت تتم توزيعها بمعرفة المراقب المالي بتاع السفارة وأيضا عدد موظفي السفارة. طيب على كل حال لا نريد أن نتحدث هنا عن موضوع حنجوه موضوع هذا بالضبط، حنجوه إن شاء الله بالتفصيل. نترك للسياق الزمني في حينه. الآن تسليم هذا المبلغ لمساعدتها في الحملة الانتخابية، تم تسريب المعلومة، علمت الصحافة الهندية بهذا الأمر؟ لم تعلم السفارة، لم تعلم المبلغ هذا، لم يعلموا به إطلاقا. لكن اللي حصل بعد المقابلة، كان لها صدى غير عادي في الصحافة. بعد الاحتفال اللي درت لها حفل الاستقبال كان له صدى كبير في الصحافة الهندية، واعتقد في صحيفة هندية اسمها انديان تريبيون أشارت للموضوع ونبهت، قالت أن تذكر إنديرا غاندي والهنود بأن الغزو الإسلامي للهند بدأ عندما استعان أحد الأمراء الهندوس بأحد الأمراء المسلمين، ومن هنا بدأ الغزو، ردا وتعليقا على دعوتي أو قيامي بحفل. اليوم كشفك عن مسألة التسليم 200,000 دولار لإنديرا غاندي لمساعدتها في حملتها الانتخابية، لا تعتقد بأنها ربما يمسها حتى بعد هذه السنوات بشكل أو بآخر؟ هذه حقيقة هذه حقيقة. طيب في ذات الفترة يعني كانت هناك أحداث هامة في المنطقة، هي على العموم تصالحت بعد القذافي فيما بعد ما خرجت أنا جاءت حتى قامت بزيارة. هي مستوى علاقاتها مع نظام القذافي بعد ذلك يعني تطور ووصل إلى مستويات متقدمة جدا. قامت بزيارة طيب لا نريد أن نتشعب في نعم في لا نريد ولا لكن اللافت هنا في المعادلة الدولية ربما اللي كانت تحيط بك في أثناء وجودك كسفير، الأحداث الإقليمية التي شهدتها المنطقة في حينها، الثورة الإيرانية، أيضا الغزو السوفيتي لأفغانستان، وكل هذه أحداث لها علاقة أولا بالعالم الإسلامي وأنت موجود فيها، وكان بالتأكيد وكان علينا متابعتها، يعني كنت مهتم أنا شخصيا متابعتها حتى بدون توجيه من الـ من الـ من الـ من الحكومة الليبية يعني. فعلى أساس وحتى لما جاء الفترة اللي كنت فيها، أنا جاء أول سفير إيراني بعد الثورة الإسلامية، وأيضا أقمت له حفل الاستقبال، أول حفل استقبال يقام له في الهند. فكان بالنسبة لي تعرفت على السفير معرفة تعرف طيب يعني خلال الفترة ذكي، وأذكر في حفلة الاستقبال اللي عملتها للسفير الإيراني كان عندي حديث جانبي مع السفير الإيطالي، لا أذكر اسمه الآن. فكان دائما يعني كل ما ألتقي أنا وياه في أحد حفلات الاستقبال أتحدث معك، فقال لي كلمة، قال لي مستر أمباسدر، قال لي أنت كل ما ألتقي بك وتحدث معك تخلي فيه أفكر بجد، يعني من خلال ما الذي يقصده؟ يقصد أني من خلال الطريقة اللي أثير بها أنظر بها القضايا متاع المنطقة ولا المرحلة، كان طبعا فيها نوع من الغرابة عن ما عن 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 لا مش عن بيئتي، لا عن كونك تمثل نظام، لا 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 مش هذه، لا عما يسود عادة من أحاديث بين السفراء عادة يعني معظمها يكون يعني فيها على درجة من الهيافة هيك سطحي من السطحية. نعم سطحي. طيب أنت
احتفيت بالسفير الإيراني الجديد اللي يمثل الثورة الإيرانية، شن كان السبب وراء هذا؟ السبب وراء هذا فعلا كانت الثورة الإيرانية، كانت على الأقل بالنسبة لي أنا، أعتقد ربما بالنسبة كثير من المسلمين، أن كانت يعني طبعا لا تنسى نظام الشاه، يعني شو كان من الطغيان، درجة الطغيان اللي كان عليها، وفعلا الظلم وقصصها وحديثها طبعا، ومواقفها حتى المواقف تجاه الأمة العربية وتجاه القضايا العربية كان معروف يعني. فمجرد سقوط هذا، إسقاط هذا الـ هذا الـ هذا الرجل يعني كان بالنسبة لنا فرحة كبيرة. وبعدين في وقت اعتبرت أن هذه الثورة انتصار للإسلام، أعتقد نعم ربما تصورنا أن هي فعلا انتصار لي. والله أذكر من بين العبارات، يعني بين العبارات اللي قلتها في الخطاب متاعي اللي ألقيتها، قلت يعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذه الثورة أن تحسن اختياراتها، لأن في ذلك الوقت ما زال في 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 نوع من الغموض، نوع من عدم الوضوح الكامل يعني حول في هذه الفترة. فأذكر هذه عبارة أوردتها في الخطاب متاعي يعني. طيب، خلال ذات الفترة بدأت الانتخابات التشريعية في الهند، أنتم كنتم كان لكم توجه في هذه الانتخابات، يعني كنتم تساندوا طرف تمثل اندرا غاندي. نعم بالتأكيد، أو كان لنا اهتمام بها، بلاش نقول كان اهتمام لنا. أن الآن بعد دفع الأموال لا يمكن وصفها بأنها اهتمام، احنا لم نكن نتوقع ولا ورد في ذهننا إطلاقا أن $200,000 حن. بس هي طلبت مساعدة، وهذا ما وافقت عليه الحكومة الليبية يعني. فكون أن كنا نتوقع أن هذه تقلب النتائج ولا لا، أبدا، كان نوع مساهمة والتعبير لها عن رغب أمانينا في أن هي تمنياتنا في أن هي تنجح يعني. لكن أنت على ما يبدو كنت مهتم بها إلى حد أكبر طبعا من ذلك يعني. حتى لو لم نكن قدمنا مساعدات لها، كنت ساهتم بها، هذا جزء من واجبي أو من واجب السفارة، هذا من الأحداث المهمة. اهتمامك بها دكتور، واعذرني المقاطعة هنا، وصل إلى حد أنك اعتذرت عن الحضور، عن الدعوة توجيك لحضور نعم اجتماع مؤتمر الشعب العام في نوفمبر 79. نعم. في هذه الفترة وصلتك دعوة للحضور إلى ليبيا للمشاركة في المؤتمر؟ نعم. واعتذرت بحجة أو بعذر أو بسبب انهماكك في متابعة الانتخابات التشريعية. شو شكل اهتمامي؟ هو متابعة النتائج والتوجهات الموجودة في الانتخابات، وصغت هذه المتابعة في تقريرين عن أوضاع، تقريرين أرسلت لطرابلس. وأعتقد في هذه الفترة كان الأخ عبد المجيد القعود وزير الخارجية، كان وزير الاتصال وكان زار أحد الأصدقاء ولقيه يقرأ في هذا التقرير، وقال له هكذا تكتب التقارير، قال له هكذا لم أستمتع بقراءة أي تقرير من ليأتي من السفارات مثل هذا استمتع بهذا التقرير. فعلا أنا كان استعديت لاستعداد طيب، وكان ليس فقط بالنسبة للواقع الهند في تلك الفترة، إنما أيضا استشراف لمستقبلها يعني. طيب، فور انتهاء الانتخابات عدت إلى طرابلس. الآن قبل ذلك، الآن في هذه، خلينا نجي للواقع الذي ذكرت حضرتك. في هذه الفترة وأنا في هذه ونحن منهمكين في هذا الأمر، جاءت الدعوة إلى حضور في وسطها في نوفمبر. الانتخابات أعتقد بعد يعني تواصلت حتى بعد نوفمبر 79 صح؟ فجاءت هذه الدعوة لحضور اجتماع المؤتمر الشعب العام في طرابلس. فأنا استأذنت منهم أني لن أحضر، لن أتمكن من الحضور لأني أنا منهمك في ولم تحضر. ولم أحضر. طيب، بعد ذلك عدت، بعد انتهاء الانتخابات عدت إلى طرابلس. أنا فقط أريد أن أقف معك في عجالة قبل أن نختم الحلقة في مسألة مرورك على أفغانستان أثناء عودتك إلى طرابلس. ذهبت إلى كابول ومنها إلى بيشاور، التقيت في بيشاور ب قلب الدين حكمتيار ويونس خالص. هل كانت هذه سياسات النظام القذافي في وقتها، ام كان تصرف شخصي؟ هو تصرف شخصي، ايضا اجتهاد شخصي، وطلبت فيه الاذن من وزارة الخارجية. طلبت الاذن باعتبار ان التطورات اللي التطورات اللي تجري في افغانستان لها انعكاس على السياسات الهندية وعلى الاوضاع في الهند، ويهمني أنا كسفير لليبيا في الهند
أني أعرف هذه التطورات عن كثب، مش لأني هذا ما له علاقة بتوجه إسلامي ولا غير إسلامي يعني. على أساس أن كيف تفصل؟ لأن توجهك الإسلامي أكيد حاضر في مثل هذا الأمر، بس هذا من صميم يعني. لو كنت حتى ما عندي هذا، ما عنديش هذا التوجه، كنت من أوجب واجباتي أني أنا نتابع عن قدر. كان يمكن أن ترسل ممثل لك إلى البلد باعتبار أنه هو يعيش حالة عدم استقرار بداية الغزو السوفيتي. هذا اجتهاد، هذا اجتهاد مني أنا، وعلى أساس أني أنا أريد شخصيا أن أفهم عنك عن 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 يعني بطريقة قريبة جدا لصيقة جدا بالأحداث، أن تشوف عن ما لهاش علاقة وهذه مهمة. أنا يعني ما أتصورش أن في حد آخر ممكن يطلع بها أكثر مني أنا يعني. كيف كان لقائك بحكمتيار؟ خليني أقول لك، فالمهم أني طلبت إذن من وزارة الخارجية أن أذهب لهذا، وفعلا أعطوني الإذن لأن التحرك كان. وذهبت إلى أفغانستان نفسها العاصمة إلى كابول، بحثت عن السفير غادي لم أجده، كان ما كانش موجود، حتى ما كانش في حد موظف في السفارة، بس كان في عامل أفغاني كان موجود في الـ في الـ في الـ قلت له وين الموظفين وين هنا؟ قال لي ما فيش الان اللي موجودين هنا، ما فيش اونلي وومن في البلاد، اونلي وومن، ما فيش الا النساء، اما الرجال كلهم في الجبهه. فمن هذا طبعا كان لازم اني نمشي الى بيشاور، البيشاور على اساس نشوف شنو عن كاتب شنو. وفعلا كان معظم القادة ما كانوش موجودين في أنت سفير دكتور، يعني ليش ترى أن من واجبك الوقوف حتى على الوضع الميداني في عين؟ أخي أنا لست سفير تقليدي، أنا لست سفير تقليدي، ستيف نكد على رأي الإنجليز، ستيف نكد دبلومات. ليش من طالب منك تكون سفير غير تقليدي؟ هكذا فهمت واجباتي، هكذا فهمت واجبي، وهذا كيف فهمت مسؤوليتي. وعلى فكرة القذافي بعدين فيما بعد فهمت أنه هو قال أني لما قلت بهذه الزيارة كنت اجتزت الخط الأحمر. قال هل يعنيها أو لا؟ لا أدري. أنك بقيامك بزيارة بهذه الزيارة أفغانستان تجاوزت الخط الأحمر، أنت طلبت إذن من الخارجية. طلبت إذن من الخارجية، ومع ذلك قيل لي هذا الكلام، نقل لي هذا الكلام، قرق لي الأخ سالم جنان نقلا عن أحد رفاق القذافي اللي هو أرسل في الفترة الأخيرة من وجودي في السفارة، أرسل للهند، وكان الهدف منه هو فعلا رصد تحركاتي بدقة. هذا الشخص اللي هو من رفاق القذافي قال للأخ سالم جنان في بعد ما صار كل شيء، قال أن القذافي أن المقريف بعد ما قام بهذه الخطوة تجاوز الخط الأحمر. ماذا يعني كان رد فعل القذافي بعد زيارتك؟ هذا اسمح لي ان نواصل الحديث إن شاء الله في هذه الجزئيات مع بدايه الحلقه القادمه باذن الله تعالى. ان شاء الله. اشكرك جزيل الشكر مره اخرى الدكتور محمد يوسف المقريف، وايضا مره اخرى اشكركم الساده المشاهدين على كرم وطيب متابعه هذه الحلقه من برنامج الشاهد. في امان الله. شكرا جزيلا. شكرا دكتور. شكرا لك. شكرا. الله يبارك فيك.